بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي الطلبة الأعزاء، سنوات ثالثة ثانوي شعبة تقني رياضي، مرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات. ما زلنا معكم مع تصحيح موضوع البكالوريا 2021 الموضوع الثاني. وصلنا إلى التمرين الثاني. التمرين الثاني على أربع نقاط هو اختيار احد الاجوبة من بين الاجوبة الثلاثة، يعني يمد لكم حالة ثم عليك ان تختار احدى الاجابة الصحيحة. هناك اجابة واحدة فقط، ولكن التعليل جد جد مهم. يقول التمرين: لكل سؤال جواب واحد فقط صحيح من بين الاجوبة الثلاثة، عينه مع التعليل. اول حالة عندنا الدالة العددية اف معرفة على ار بالعبارة التالية: اف لx يساوي 3x زائد أسية 2x ناقص 1 على أسية 2x زائد 1. يقول الدالة F هي، هل هي زوجية أم لا زوجية لا فردية، أم الحالة الثالثة هي فردية. نبدأ على بركة الله. كأن السؤال يقول أدرس شافعية الدالة F، هي نفس صيغة السؤال. نبدأ على بركة الله. إذا عندي الدالة تاعي معرفة على R بالعبارة، إذا قلت اف لي اكس تاعي معرفة على شكل 3x زائد أسية 2x ناقص 1 على أسية 2x زائد 1. أول شرط باش ندرس شافعية الدالة إذا كانت فردية أو زوجية، راح نشوف هل مجموع التعريف تاعها هو متناظر بالنسبة لصفر. هل مجموع التعريف هنا هي R؟ كما نعلم أن R نجمة متناظر بالنسبة لصفر. وش معنتها؟ ما كان معنتها لكل عدد حقيقي X ينتمي إلى R فإن ناقص X لازم ينتمي إلى R، هذا هو التناظر بالنسبة لصفر. والشرط الثاني، راح ندرس أو نحسب قيمة F لناقص X. إذا لقينا F لناقس X تساوي F لX، هنا نقول أن الدالة زوجية. أما إذا لقينا F لناقس X تساوي ناقص F لX، هنا نقول أن الدالة فردية. أما إذا كانت F لناقس X لا تساوي لا ناقص F لX أو لا تساوي F لX، هنا ليست لا زوجية ولا فردية. نبدأ على بركة الله. نحسب F لناقص X، وين نلقى X نعوضه بالناقص. إذا 3 في ناقص X زائد أسية 2 أسية ناقص 2X ناقص 1 أسية على أسية 2 في ناقص X زائد 1. نبسط هذه العبارة: 3 في ناقص X مثلكم ناقص 3X. ثم هنا نعلم، لاحظوا معايا، قلت نعلم أن أسية ناقص X هو 1 على 2X، إذا راح تكون العبارة تاعي F لناقص X تساوي ناقص 3X، هنا أسية ناقص 2X راح تولي لي 1 على أسية 2X ناقص 1، وهنا نفس الشيء في المقام 1 على أسية 2X زائد 1. ثم بعد ذلك هنا نوحد المقامات، ناقص 3X، هنا نوحد المقامات، المقام المشترك هو أسية 2X، إذا هنا تولي لي 1 ناقص نضرب في أسية 2X نتحصل على 1 ناقص أسية 2X على، هنا أيضا نوحد في المقام على المقام، نوحد المقامات يخرج لي 1 زائد 1 في أسية 2X هو 1 زائد أسية 2X على أسية 2X. ثم بعد ذلك نتحصل على التالي: F لناقص X تساوي ناقص 3X، هنا عندي قسمة كسرين، إذا راح يساوي لي الكسر تاع البسط اللي هو 1 ناقص أسية 2X على أسية 2X في مقلوب الكسر تاع المقام، المقلوب هو أسية 2X على 1 زائد أسية 2X. أختزل هنا أسية 2X مع أسية 2X، أتحصل على F لناقص X يساوي ناقص 3X زائد 1 ناقص أسية 2X على أسية 2X زائد 1. وهنا واش راح ندير؟ راح نحل ناقص هنا كعامل مشترك، تبقى لي ناقص 3X ناقص، ندير بين قوسين تخرج لي هنا أسية 2X ناقص 1 على المقام اللي هو اللي هي أسية 2X زائد 1. وبالتالي نتحصل على التالي، مرة أخرى نحل ناقص بين هذا الحد وهذا الحد، تطلع لي F لناقص X تساوي ناقص 3X زائد أسية 2X ناقص 1 على أسية 2X زائد 1. وهذه العبارة ما هي إلا F لX. أخيرا تحصلنا على F لناقص X تساوي ناقص F لX. من هنا نستنتج أن الدالة تاعي فردية. إذا الإجابة الصحيحة هي الإجابة جيم.
إذا نقول الإجابة الصحيحة هي الإجابة جيم، اللي هي الدالة اف فردية. نتابع السؤال الثاني أو الحالة الثانية. السؤال الثاني يقول: الدالة العددية جي معرفة على صفر زائد ما نهاية بالعبارة التالية: جي لإكس يساوي إكس ناقص واحد أسية إكس ناقص إكس زائد واحد على أسية إكس زائد واحد. سي هو تمثيلها البياني في معلم منسوب إلى معلم. تكون أو يكون إكراك يساوي إكس زائد أ معادلة المستقيم المقارب المائل لسي، من أجل القيمة الأولى أ يساوي واحد، القيمة الثانية أ يساوي ناقص واحد، القيمة الثالثة أ يساوي الصفر. إذا كيف أبرهن ذلك أو كيف أجد الإجابة الصحيحة؟ لاحظوا فقط معي. إذا ما معنى إكراك يساوي إكس زائد أ مستقيم مقارب مائل للمنحنى؟ يعني ذلك أن ليميت جي لي إكس ناقص إكس زائد أ بين قوسين لما إكس يؤول إلى زائد ما نهاية راح يساوي الصفر. إذا نعوض عبارة جي لي إكس اللي هي إكس ناقص واحد في أسية إكس ناقص إكس زائد واحد على أسية إكس زائد واحد ناقص إكس زائد أ بين قوسين. قلت لما إكس يؤول إلى زائد ما نهاية تساوي الصفر. ثم أول شيء واش راح ندير؟ راح نوحد المقامات. واش راح نجد عندما نوحد المقامات؟ هنا المقام المشترك هنا كأنني عندي إكس زائد أ على واحد، وبالتالي يصبح المقام المشترك هو أسية إكس زائد واحد. إذن قلت نوحد المقامات، كيف ذلك؟ راح نضرب إكس زائد أ في أسية إكس زائد واحد، ثم نبسط هذه العبارة. هنا واش راح ندير؟ راح ننشر إكس زائد أ على أسية إكس زائد واحد. واش راح نلقى؟ هنا ايضا ننشر اكس ناقص واحد على اسيه اكس على اسيه اكس، اكس في اسيه اكس ناقص واحد في اسيه اكس ناقص اكس زائد واحد. هنا ننشر مره اخرى، واش تمد لي؟ ناقص اكس اسيه اكس ناقص اكس في زائد واحد ناقص اكس ناقص ا في اسيه ا اكس ثم ناقص ا في واحد. ثم بعد ذلك نبسط هذه العبارة. دائما النهاية تساوي صفر، هذا هو الشرط باش يكون مستقيم مقارب مائل. إذا هنا نلاحظ أن أسية إكس أسية إكس تروح مع ناقص إكس أسية إكس. ثم بعد ذلك وش يبقى لي؟ هنا ناقص إكس ناقص إكس ناقص دين إكس. هنا لاحظوا معايا ناقص أسية إكس ناقص أ أسية إكس. كي نحي أسية إكس كعامل مشترك يبقى لي واحد زائد أ. أما هنا هنا فقط اعذروني، هنا زائد واحد. نتابع النهاية تاعي، هذه تكافئ. واش راح ندير؟ راح نحي أسية إكس كعامل مشترك في البسط وفي المقام. هنا يخرج لي أسية إكس نقسم 2 إكس على أسية إكس زائد واحد على أسية إكس ناقص، هنا كي نح أسية إكس راح يبقى لي ناقص واحد زائد أ على أسية إكس في المقام، يبقى لي واحد زائد واحد على أسية إكس. طبعا هذه النهاية لما إكس تؤول إلى زائد ما نهاية تساوي دائما صفر، تكافئ. أختزل أسية إكس مع أسية إكس، وش يبقى لي؟ يبقى لي ما داخل الأقواس هنايا، ناقص 2 إكس على أسية إكس لما إكس تؤول إلى زائد ما نهاية، هذه تؤول إلى صفر لأن عندي نهاية مشهورة لما نهاية إكس على أسية إكس لما إكس تؤول إلى زائد ما نهاية عندي تساوي الصفر. ثم عندي نهاية واحد على أسية إكس لما إكس تؤول إلى زائد ما نهاية تساوي الصفر. إذا مش يبقى لي في البسط، يبقى لي في البسط فقط ناقص واحد زائد أ على هنا نهاية واحد على أسية إكس تؤول إلى صفر، يبقى لي تقسيم واحد، هذه تساوي الصفر. إذا منه العدد هذا اللي هو ناقص واحد زائد أ تساوي صفر، منه أ تساوي ناقص واحد. إذا الإجابة الصحيحة هي أ تساوي ناقص واحد. أتمنى فقط أنكم لقيتوا الإجابة الصحيحة. نتابع على بركة الله الحالة الثالثة. وين وش يقول في الحالة الثالثة؟ العدد الطبيعي أن يكتب على الشكل التالي: 3 7 4 5 في نظام التعداد أساسه 8، ويكتب يعني نفس العدد اللي هو آن يكتب 5 ألفا 1 5 في نظام تعداد أساسه 7، من أجل الحل الأول من أجل ألفا يساوي 6،
الحل الثاني ألفا يساوي 5، الحل الثالث هو ألفا يساوي 4. إذا لاحظوا معي كيف أجيب على هذا السؤال. لاحظوا معي وش عندي. أولا راح نكتب أن تاعي، العدد أن تاعي في نظام العشاري، أن راح يساوي لي 3 7 4 5 في نظام تعداد 8. إذا كي يكون مثل هذا العدد كيف راح نكتبوه؟ نبدأ بآخر عدد أو أول عدد. إذا آخر عدد اللي هو 5 في 8 أس 0، زائد 4 في 8 أس 1، في 7 أس 8 أس 2، زائد 3 أس 8 أس 3. أو ممكن نبدأ ب 3 أس 8 أس 3 إلى آخره، يعني ممكن نجي يعني نفس الشيء، هي جميع العمليات الجمع التبديلية نفس الشيء. راح نتحصل على العدد، إذا أن تاعي يساوي 2021. إذا بما أن أن يساوي 2021 راح نكتب نفس يعني هذا العدد اللي هو أن في نظام تعداد أساسه 7، يعني هو نفس العدد راح نلقاه يساوي 2021، ثم نحل المعادلة باش نلقاه العدد ألفا. لاحظوا معايا، إذا قلت لكم أن تاعي هو 2021 يكتب نفس العدد في نظام التعداد ذو الأساس 7 كالتالي: 5 ألفا 1 5. طبعا ألفا تاعي لازم يكون أقل من العدد 7، لازم نلقاوه أقل من العدد 7، هذا هو الشرط كي نكتبو في نظام التعداد ذو الأساس 7. إذا نبداو على بركة الله نفس العمليات. إذا نفس العدد في نظام 7 هو نفسه 2021، نحل المعادلة. إذا هذا العدد يكتب على الشكل التالي: 5 في 7 أس 0، زائد 1 في 7 أس 1، زائد ألفا في 7 أس 2، زائد 5 في 7 أس 3. نفس العدد يساوي 2021، لقيناه فيما سبق. إذا نحل المعادلة، راح تصبح لي هذه القيمة هنا: 5 في 7 أس 0 هو 5 في 1 5، زائد 1 في 7 7، زائد 49 ألفا. طبعا هنا لاحظوا معايا قلت زائد 1725 كي نضرب 5 في 7 أس 3 يساوي 2021، ثم نجمع 1725 زائد 5 زائد 7 راح يمد لي 1727، زائد 49 ألفا تساوي 2021. إذا نحل هذه المعادلة، نقول نحل المعادلة ذات المجهول ألفا. إذا ندير المجاهيل من طرف والمعالي من طرف، أتحصل على 49 ألفا تساوي 2021 ناقص 1727 وتساوي 294. نقسم طرفي المعادلة على 49، إذا ألفا تاعي راح يساوي لي 294 تقسيم 49 ويساوي العدد 6. إذا الإجابة الصحيحة هي الإجابة ألف، وهي ألفا يساوي 6. أتمنى فقط أنكم أجبتم الإجابة الصحيحة. الحالة الرابعة يقول: بيتا عدد حقيقي، تكون الأعداد أسية بيتا زائد 1 وأسية بيتا زائد 2 و2 أسية بيتا بهذا الترتيب حدود متتابعة لمتتالية هندسية من أجل بيتا يساوي. عند ثلاث اقتراحات: أولا بيتا يساوي لوغاريتم بين قوسين جذر 5 ناقص 1، أو بيتا يساوي 0، أو بيتا يساوي لوغاريتم 1 زائد جذر 5. قبل ما نجيب على هذا السؤال ندير لكم تذكرة بسيطة على حدود متتابعة لمتتالية هندسية. إذا كان A B C حدود متتابعة لمتتالية هندسية، راح يكون هذه الحدود لمتتالية هندسية إذا كان طبعا هنا A في C يساوي ب مربع. نطبق هذه التذكرة. إذا ما معنى ذلك؟ راح يولي لي هنا أسية بيتا زائد 1 في 2 أسية بيتا تساوي أسية بيتا زائد 2 الكل مربع. إذا قلت نتابع، إذا عندي 2 أسية بيتا في أسية بيتا زائد 1 تساوي أسية بيتا زائد 2 كل مربع. إذا بحل هذه المعادلة راح نلقاو قيمة بيتا. أولا ننشر 2 أسية بيتا في أسية بيتا، إذا 2 أسية بيتا في أسية بيتا زائد 2 أسية بيتا في 1 تساوي، هنا استعمل المتطابقة الشهيرة، الحد الأول لكل مربع، إذا أسية بيتا لكل مربع زائد ضعف الأول في الثاني، 2 في 2 أسية بيتا زائد مربع الحد الثاني اللي هو 2 مربع. ثم بعد ذلك نستعمل إحدى خواص الأسية اللي هي أسية إكس في أسية إيكغيك تساوي مجموع الأسس هنايا، راح تساوي أسية إكس زائد إيكغيك.
لاحظوا معايا، اذا اسيه 2 اسيه بيتا في اسيه بيتا راح تمد لي 2 اسيه بيتا زائد بيتا 2 بيتا زائد 2 اسيه بيتا. هنا اسيه بيتا لكل مربع راح تمد لي اسيه 2 بيتا زائد 2 في 2 4 اسيه بيتا زائد 4. ثم ندير معادله صفريه، واش معناتها؟ نرد كل الحدود الى الحد الايسر، نلقاو 2 اسيه بيتا زائد 2 اسيه بيتا، هنا ننقل اسيه 2 بيتا للطرف الاخر يولي لي ناقص اسيه 2 بيتا ناقص 4 اسيه بيتا ناقص 4 تساوي صفر. نكمل هنا اسيه 2 اسيه بيتا ناقص اسيه بيتا راح تمد لي اسيه 2 بيتا، ثم بعد ذلك زائد 2 اسيه بيتا ناقص 4 اسيه بيتا راح تمد لي ناقص 2 اسيه بيتا ناقص 4 تساوي صفر. اذا كيف نحل هذه المعادله؟ بوضع اكس ماجسكيول يساوي اسيه بيتا، مع الشرط ان اكس تاعي راح يكون موجب تماما لان الاسيه دائما موجب. اذا نحل المعادله، راح تولي لي معادله كثير الحدود، اكس مربع ناقص 2 اكس ناقص 4 تساوي صفر. إذا باستعمال دلتا، دلتا يساوي ناقص 2 الكل مربع ناقص 4 في ناقص 4 تساوي 4 زائد 16 وتساوي 20. إذا جذر دلتا هو 2 جذر 5. للمعادلة حلين، هما الحل الأول x1 يساوي 2 ناقص 2 جذر 5 على 2، نختزل نح 2 كعامل مشترك يبقى لي هنا 1 ناقص جذر 5، نختزل 2 تاع البسط و2 تاع المقام. يبقى لي الحل الأول هو 1 ناقص جذر 5، وهذا العدد أقل تماما من الصفر، إذا حل مرفوض لأننا فرضنا أن x عدد موجب. أما الحل الثاني هو 2 زائد 2 جذر 5 على 2، نختزل 2 تاع البسط على 2 تاع المقام، يخرج لي 1 زائد جذر 5، و1 زائد جذر 5 مقبول لأنه موجب تماما. نتابع. إذا أخيرا لقينا x يساوي 1 جذر 5. إذا نحل المعادلة، بعدما وضعنا x يساوي أسية x نعوض في العلاقة التالية، عندي أسية بيتا تساوي 1 زائد جذر 5، ندخل اللوغاريتم من الطرفين، عندي عددين موجبين، إذا لوغاريتم أسية بيتا راح تساوي لوغاريتم 1 زائد جذر 5، إذا لوغاريتم أسية بيتا هي بيتا، إذا بيتا تساوي لوغاريتم 1 زائد جذر 5. وفي الأخير الإجابة الصحيحة هي الإجابة ج اللي هي بيتا يساوي لوغاريتم 1 زائد جذر 5. إلى هذا الحد أنتهي عند هذا التمرين، أتمنى فقط أنكم وفقتوا في الحل النموذجي لهذا التمرين. إذا بالتوفيق للجميع، والسلام ختام، إلى الفيديو القادم إن شاء الله.